رفاقها في الفريق الذي أطلقوا عليه مبادرة ابتسامة. تواصل إيمان مهمة البحث ورصد حالات الإصابة بمرض السرطان. من الحالات الأشد فقراً الذين منعتهم الظروف من متابعة حالاتهم الصحية في المحافظات التي يوجد فيها مراكز لتلقي علاج السرطان. وبجانب عائدة التي استسلمت للمرض بعد أن عجزت عن توفير ثمن الأدوية للتخفيف من الآلام، تجلس إيمان مع رفاقها يستمعون إليها ليوثقوا حكايتها. لحد الآن يعني زي ما بتقول احنا صادفنا حالات أكبر 150 حالة من المحافظات باتيس واللكيدة وعبر عثمان والدرقاق والنما، يعني يمكن في حالات أكثر بتكون موجودة معنا ونحتاج يعني دعم من وزارة الصحة نفسها. عائدة حالة واحدة من بين 150 حالة مصابة بالسرطان في أرياف مدينة جعار كما تشير الأرقام في كشوفات المبادرة. حسيت أول مرة يعني زي البيضة كذا صغيرة، من مباشرة كبرت فجأة. بعدين كنت في رمضان فجأة كبرت الحبة هذه في رمضان، سببت لي صداع، ألم، يعني ألم فظيع، ورام كبير، ما قدر كنت تنفس. نظراً يعني أوضاع هنا من أوضاع معيشية سيئة وسوء الخدمات الصحية، وما يعاني مرض السرطان من معاناة قاسية بسبب صعوبة الحصول على العلاج، بدأت هذه الفكرة من أجل إنشاء مركز لمساعدة أهلنا وأخواننا في عموم محافظة أبين من أجل تقديم لهم مدد العون لعلاج مرض السرطان. بدت الضرورة حتمية أمام هؤلاء الشباب لطرق باب الجهات والمرافق الصحية الحكومية في المحافظة، على أمل أن تسهم هذه الجهات في تقديم ولو الشيء اليسير من المساعدة للتخفيف من معاناة المرضى. نحن في المستشفى ممكن نبتدي معكم الأمور اللي ممكن تساعدنا في تقليل عدد حالات السرطان. ولأن المهمة لا تبدو سهلة أمام فريق المتطوعين، جعلت الأمر يبدو ضرورياً في جمع تبرعات مادية تقدم لبعض من الحالات لمساعدتهم ولو قليلاً في التخفيف من آلامهم. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبين.